مشاهدينا، قد تتحول الأساطير والخرافات إلى حقائق ومسلمات تسود بين كثير من المجتمعات وأفرادها، حتى نخلط مشاهدينا بين الأمراض الروحية والأمراض النفسية ولا نجد أيهما أصح وأيهما الموجود. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولنا عودة لكن بعد هذا الاستطلاع. إذا صادفك حسد أو سحر ممكن تروح الراقي الشرعي أو تروح الطبيب نفسي؟ والله هي الأعراض مع السحر تشبه أعراض يعني المرض النفسي. أول شيء أراجع الدكتور النفسي أشوف شنو الوضع، يعني إذا شفت ماكو حل أراجع يعني بالقرآن رقية، أشوف راقي شرعي أسوي رقية ونفس الشيء، بس أعراضها يعني قريبة على أعراض السحر، يعني أعراض النفسية كلش مشابه للسحر والحسد. أنت تؤمن بوجود السحر والحسد والمس؟ طبعاً، بس هو موجود بالقرآن، يعني موجود لازم نربيه، يعني موجود بالقرآن. طبعاً هي موضوع الحسد متداول عند الناس، فأكثر الناس اللي ما عندهم أسس علمية أو ثقافة يلجؤون للحسد والشعوذة، بس هي طبيعة يعني أنت إذا تريد علمياً لازم تتجه للطبيب، لأن الطبيب اتخذها عن دراسة وعن تجربة وعن مختبر وعن فحص يؤدي إلى العلاج الصحيح، وأنفي نفي تام موضوع الشعوذة واللجوء إلى المشعوذين. بس مبدئيا إذا نتجه إلى الشغلات الروحانية، يعني كل إنسان مؤمن بقضية تخصه دينية والتوحيد والرب واحد. لا أنا بالنسبة لي الراقي الشرعي. ليش؟ باعتباره هذن الشغلات يعني اختصاص الراقي الشرعي. أنت تؤمن بوجود السحر والحسد؟ أي نعم، لأن ذكرت بالقرآن بالأحاديث النبوية الشريفة. موجود الحسد لأنه ذكر في القرآن الكريم في صورة الفلق وموجود في صورة الناس، هاي الآيتين المعوذتين موجود بها يشير أنه موجود الحسد. أنا ما أؤمن بهذه الأمور سحر ومس وكذا، إذا نرجع للإسلام ونستند على القرآن، القرآن يقول كذب المنجمون ولو صدقوا، إذن لو نستند على القرآن لو نمشي بمخيلاتنا أكيد أروح للطبيب النفسي. لا أنا أفضل إنه الجانب العلمي أكثر من أعمال السحر والشعوذة، يعني أراجع دكتور نفسي أفضل. مشاهدينا دعونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور فلاح التميمي. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. موضوعنا اليوم يتحدث عن الأمراض الروحية، المس بالجن والتلبس، الحسد، العين وما إلى آخره، وعلاقتها وانعكاسها على واقع الطب النفسي. نعم، يعني حقيقة إذا بدنا نتكلم عن هذا الموضوع أو إشي شائك، اثنين هذا في اختلافات في وجهات النظر بين معظم الناس، لكن دعينا أقول لك أن هنالك خلط كبير ما بين الأمراض التي سميتيها روحية وما بين الأمراض النفسية، فكثير من هذه الأمراض الروحية عند المجتمع هي أمراض نفسية حقيقية، لكن الناس بسبب ثقافتهم المتراكمة عبر العصور أصبحت لديهم بعض الأفكار الخاطئة والخرافات والأساطير ما بين ما هو إيماني وما هو غير إيماني. يعني أنت كما قلت هو ثقافة، هي ثقافة متوارثة عبر العصور. نعم. إذن كيف نستطيع التخلي عن هذه الثقافة والسعي نحو العلم الحديث والإيمان به؟ يعني لما نقول مرض نفسي هو مرض تم دراسته عبر سنوات طويلة وأبحاث، مجموعة من الأبحاث والدراسات الهائلة اللي توصل إليها علماء. نعم. لهم قيمتهم. نعم. في المجتمعات العلمية والأوساط العلمية، ويأتي راقي شرعي يجد لك العلاج بكل بساطة عبر جلسات معينة مثلا. قبل أن نتكلم عن رؤية دعيني أنا أعطي مثال للمستمعين والمستمعات حتى يعرفوا ماذا نتكلم. دعيني أقول عندما يأتي شخص فجأة عند أسرة ويبدأ في الكلام مع نفسه والتمتمة، ثم يسمع أصوات من خارجه هلاوس، أو يعتقد اعتقادات خاطئة، ضلالات أو أوهام، أن الناس تريد أن تأذيه، أهله يريدون أن يسموه، الأجهزة الأمنية تتابعه، أول شيء يفعله الأهل في السابق وحاليا حتى هو أخذه إلى شيخ راقي ساحر مشعوذ أيهم،
حتى يخرج منه الجن أو اللبس أو المس. لكن حقيقة في هذه الحالات هو مرض نفسي معروف، وهو ذهان عقلي إما أن يكون حادا أو مزمنا ويكون من أمراض الفصام. ما يحدث حقيقة أن هذا العلم الذي لديه أدلة علمية ونستطيع أن نعالج هذا الشخص هو الفرق ما بين الأمراض الروحية والأمراض النفسية. وللأسف هذا المرض في أول أسبوع من بدئه نستطيع أن نحسنه تحسنا كبيرا من خلال العلاجات الدوائية التي علمنا الله عز وجل إياها. لكن ما يحدث للأسف أنه هاي الفترة المهمة في العلاج تذهب سدى، لأنه الأهل يأخذوه إلى المشعوذين أو الرقاة بغض النظر، فيضيع الفرصة الذهبية في العلاج، فلهذا يحول المرض الذي قد يكون مؤقتا إلى مرضا مزمنا طوال الحياة، ويصبح هذا الذهان الحاد فصاما عقليا يلازمه طول حياته. هذا فقط مثال بسيط على ذلك. لكن بالنهاية دكتور يوجد مرض روحي. دعيني أقول أننا نحن كأصحاب العقائد نؤمن بالحسد ونؤمن بالعين، لكن ما يحدث أن أتباع العقائد لا يتبعون العقائد، يتبعون طقوسهم التي ينسبوها إلى العقائد. يعني أعطيك مثال يعني ليس للحسد، موضوع الحسد لا شك أن المؤمن يؤمن أن هنالك حسدا، لكن ما يحدث أن الأشخاص يستخدمون الحسد بطريقة خاطئة جدا، بمعنى أنهم يصبحون مشغولين بهذا الموضوع وحياتهم تدور حول الحسد. إذن أنت كاستشاري نفسي أنت مقتنع بوجود الأمراض الروحية؟ أنا مقتنع أنه كإنسان يؤمن في دينه هذه وردت وبالتالي هي موجودة، لكن كيف تعالجها أو كيف تتصرف معها هذا هنالك خزعبلات كثيرة وهنالك خزعبلات تحت مظلة العلاج الروحاني. أنا وياك لابسين أزرق اليوم، فحتى نعم. المشاهدين ما يعرفوا أنه نعم. بدافع طرد العين وطرد الحسد. ومن قال؟ المشكلة دائما من يلبس الأزرق يقول أنه يقال عنه بأنه أنت بدافع طرد العين. أحسنتي. ومن قال؟ كتميمة. ومن قال؟ موروث شعبي. موروث شعبي وهو موروث شعبي ليس فقط لدينا نحن المسلمين ونحن العرب، حتى في الغرب موروث شعبي موجود في معظم العالم، لكن هذا دلالة وشائع أكثر دكتور حتى في الهند والفلبين. شكرا. يعني شكرا. أكثر منا شكرا. إحنا وهذا هو التمازج ما بين الخرافة والأساطير والموروث الشعبي الذي ينسبوه في كثير من الأحيان إلى الدين. بما أعطيك مثال آخر غير هذا اللون الأزرق، من قال أنني يجب أن أقرأ سورة معينة من القرآن بوتيرة معينة لأيام معينة حتى أن يذهب الحسد؟ هذا الكلام هو عبارة عن أخطاء شعبية في الموروثات الشعبية. القرآن هو عندما تحسن الظن بالله عز وجل ولديك إيمان واعتقاد جازم ويقين أن الله عز وجل سوف يبرئك من هذا المس أو من هذه العين أو الحسد، وقرأت ما تيسر بإيمان كامل، أنت تكون عملت ما عليك. أما الباقي فهو طقوس تميل إلى الشعوذة وتميل إلى الفهم الخاطئ للأديان، وهذا مرفوض. وهنا المشكلة دكتور، يعني عندما يتحول الموروث الديني إلى موروث شعبي، ومن خلال إجابتك استندت إلى نقاط التقاء ما بين الأمراض الروحية والأمراض النفسية، لكن ما هي نقاط التضاد؟ يعني عندما نقول تلبس الجن والمس من الجن هو موجود في الأمراض الروحانية، ولكن عندكم أنتم الأطباء النفسيين التلبس. دعيني أقول لك أن معظم ما يقال عنهم تلبسا من الناحية النفسية هو مرض نفسي من أمراض الذهان العامة. واحد. اثنين، دعيني أقول لك الموضوع كطبيب نفسي مسلم، التلبس أمر يفهمه الآخرين خاطئا. التلبس لا يعني أبدا أن يدخل الجن أو الشيطان أو ما تريدونه إلى جسمك ويجري مجرى الدم كما استخدموا الاستعارة في اللغة العربية. الجن هو كائن من نار ونحن من صلصال، ولا يجتمعان مع بعضهما.
المقصود في ذلك أنه قد يوسوس الجن كما يوسوس الشيطان من الخارج لهذا الإنسان الغير منيع، لكنه لا يدخل في داخله. يعني الأمراض الروحية بالتالي هي غيبية ظنية. أنتم بالعلم وبالطب النفسي تعتمدون على التشخيص الظاهري أمامكم الملموس. ونحن نؤمن كمسلمين أن ما ورد في القرآن والسنة هو لا شك موجود في عقيدتنا، لكن الطرق التي يفهمها غالب الناس من خلال الطقوس الموروثة هي أفكار خاطئة حول مفاهيم الأمراض الروحية. المشكلة دكتور يعني الإنسان بفطرته وبموروثه، نعيد ونكرر هذه المفردة، عندما يصاب بعلة معينة يبحث عن شيء ملموس، إذا لم يجد شيء ملموس تلقائيا يتجه إلى المعالج الروحي. أقول لك بطريقة أخرى، لماذا لا يلجأ إلى الطبيب النفسي؟ يعني هاي ثقافة العيب، كيف نستطيع كسرها؟ أحسنتي، سوف أجاوبك سريعا. دوما وأبدا نحن الناس أو الأفراد عندما نقع بشيء لا نفهمه نخاف منه، لا نعزو ذلك إلى العلم أو إلى أنفسنا، نعزوه إلى أنه إما من الله عز وجل أو من الأمور الغيبية الأخرى مثل الشيطان والجن، ولا نعترف لأننا نخاف ونريد قوة أكبر نسقط عليها ما يحصل معنا. ولهذا نشأت ثقافة العيب والوصمة عند المجتمع، بحيث أننا لا نذهب إلى الطبيب النفسي إلا متأخرا، وهذا يؤخر العلاج ويجعله مزمنا. وهذه البرامج وغيرها هي التي تساعد على خلق الوعي. وأقول لك نحن بال2021 في نهايته نحن لدينا وعيا كبيرا حول الأمراض النفسية أكثر مما كان قبل 20 سنة و 15 سنة. هذه الوصمة التي كانت موجودة الآن أخذت تتضاءل وتتلاشى رويدا رويدا، لكن ما زال هنالك أناس يخطئون ولا يأخذون بالأسباب، وهؤلاء يندمون فيما بعد. هذا متوارث عبر التاريخ، يعني أساسه عندما كان الرجال الدين في الكنائس والمعابد هم من يتولون ويسيطرون على علاج الأمراض في مجتمعاتهم، توارثنا ووصل إلينا. لكن في المقابل وعلى الصعيد الآخر الطب تطور. يعني نحن محظوظون في 2021 بل لدينا أخصائيين، لدينا أطباء نفسيين، حتى لدينا مواقع ومحركات بحث عبر الإنترنت تساعدنا وتغنينا عن اللجوء إلى معالجين روحانيين قد لا يكون معالجين إنما ممتهنين لهذه الأمور. يعني لا، ما هو إذا ذهبنا إلى المعالج الروحي، دعيني أقول لك بكل وساطة، العراف والمشعوذ والمعالج الروحي غالبيتهم نصابين ومحتالين. وبالنهاية الأمراض النفسية كما قلت سابقا هي لا تنتقص من شأن من تصيبهم، يعني سادة علماء التاريخ مثل الغزالي أصيب مثلا في الاكتئاب وغيره من العلماء والصحابة والعلماء. إذن الموضوع لا يرتبط، يعني يقولون قليل دين إذن هو مصاب في المرض النفسي الفلاني. المرض النفسي ليس ضعف شخصية وليس ضعف عقيدة، وإنما هو مرض عضوي فيه اضطراب بكيمياء الدماغ مثل أمراض السكري والضغط والإنفلونزا وكل الأمراض الموجودة في العالم. هو مرض له أدلة علمية وله علاجات، وهو ليس مرة أخرى دائما يقول المرض النفسي أو العلاج النفسي بالأحرى يرتبط بشخص مجنون. سألتك سؤال قبل الحوار، نعم، كطبيب واستشاري نفسي، نعم، تحديدا، هل يوجد شخص يسمى مجنون يعني لديكم في المفردات الطبية؟ في الموروث الشعبي نعم موجود مجنون، ونقوله عندما الشخص حتى إذا كان يسوق بطريقة متهورة في شارع به مدرسة أطفال نقول عنه هذا مجنون. هي كلمة اجتماعية ليس لها وجود أبدا في الطب النفسي أو التصنيفات العالمية نهائيا، هي موروث شعبي ونقطة. أنا سعيدة جدا بهذا الحوار دكتور، نتمنى أن نكون أفدنا المشاهدين وقدمنا لهم معلومات يعني تتغلب على هذه الثقافة السائدة، ونتمنى أيضا لا تكون ثقافة، للأسف سفنا بأن نقول عنها ثقافة. ونتمنى دوما للناس أن يكونوا بأحسن حال. وبالنهاية كما قلت دكتور، يعني نحن نعترف بالأمراض الروحية، الجن موجود عن يميننا عن شمالنا، اللهم مكنوا في بيوتهم، لكن طرق تأثيره علينا
مختلفة وقد تكون يعني عادية، لكن إحنا بالنهاية بنبالغ في الأمور فنتجه إلى المعالجين الروحانيين وننسى الدور الأهم للطبيب والمعالج النفسي. ولهذا علينا اللجوء في هذه الحالات دوما وأبدا إلى الطبيب النفسي الذي موجود في منطقتنا حتى يقرر بالعلم ماذا يفعل. كل الشكر لك دكتور، شرفتنا اليوم. شكرا. ولنا لقاءات إن شاء الله مقبلة.